زي ما انا بتكلم دلوقتي مع مدير عام الاصلاح الزراعي المهندس محمد ابو زيد في كفر الشيخ. الاستاذ فوزي ما هوش يعني بيقول معلومات عكس اللي بيقولها المهندس محمد ابو زيد. ليه؟ لان مفيش مستند، مفيش ورقه، مفيش كلمه طلعت نعرف ان احنا نناقش فيها. استاذ جاد منين؟ استاذ جاد الكريم من محافظه ايه؟ اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ يا اهلا بيك يا فندم. استاذ جاد الكريم من محافظه ايه؟ ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله. الله يخليك يا استاذ سامح. والله حضرتك يا استاذ سامح توجهت طلب ترخيص، طلب ترخيص مباني للهيئه الهندسيه عندنا في بيشرو. ايوه. وحضرتك خلصوا لي الورق يعني اساس كتله سكنيه، مبنيه كتله سكنيه، انا طالب ترخيص. فادوني جواب حضرتك للاداره الزراعيه بتشوي. ايوه. انه هل توجد مخالفات مباني تخص الموقع ديت طبقا للقانون 116 ولا لا؟ تمام. وحضرتك اديتهم الجواب، بيقولوا لي ما ندوكش جواب. طب ليه ما تدونيش جواب للمجلس؟ فانا حطالب يعني من سيادتك انه يكون جواب توافق على اجراءات الترخيص. الجواب ده، الجواب ده في معاينه بالنسبه للتعديات على الاراضي الزراعيه في المكان يعني؟ لا يا فندم، انا مش متعدي بادية تبع كتله سكنيه قديمه حضرتك. امال المعاينه مطلوب فيها ايه؟ مطلوب منهم ايه من الاداره الزراعيه؟ مطلوب انه هل المساحه دي توجد عليها مخالفات مباني ولا لا كده. طيب يعني حد ينزل بس يعمل المعاينه صح؟ حد ينزل شيء يتعاين عندي يشوف البيئه مش مخالفه. حاضر. يدوني جواب كتك او اوديه للمجلس المحلي. طيب احنا هنكلم وكيل وزاره الزراعه في محافظه قنا علشان يتابع مع التعاونيات او يتابع مع الجمعيه يشوف ايه. يتابع مع الاداره الزراعيه في دشنا يا فندم. طيب ما هو مين اللي مسؤول عنهم؟ الاداره الزراعيه في دشنا. مين اللي يرأسهم؟ يرأسهم مدير الاداره حضرتك ومدير الزراعه. احنا هنكلم وكيل وزاره الزراعه نفسه بحيث يتابع معاه. يبقى بارك الله فيك يا استاذ سامح. ان شاء الله خير، هنكلم وكيل وزاره الزراعه بنفسه بحيث ان هو يتابع مع الاداره الزراعيه ويشوف لك القصه دي بحيث ده. احنا بنطلب القانون، المكان ده وضعه يسمح ولا او لا يسمح. احنا ضد اي بناء على اراضي زراعيه، لكن حضرتك بتقول داخل كتله سكنيه وان الارض دي ما فيهاش اي تعديات، يبقى هم يقولوا رايهم القانوني يسمح او لا يسمح، انما ان هم يسكتوا خالص او ما يردوش عليك او ما يرفضوا، لا. انا ضد ان انت تسكت، ولسه كنت بقول كده دلوقتي. المواطن ده بيقدم طلب، عاوز رد على طلبه، عاوزين حد يكون يمتلك ان هو ياخد القرار عشان يخدم الناس ويساعدها. انما انا افضل سايبك انت، يا اما مش عارف اذا كان ده قانوني او غير قانوني بيدفعك ان انت تعمل مخالفه. انا عاوز امشي صح سيادتك، مش عاوز امشي غلط. انا بقول لحضرتك على حاجه تانية، انا بقول لك ان هو المفروض يبقى فيه رد، ان هو يقول لك لا مش هديك وامتنع عن اداء الخدمه، ده غلط. ايوه يا فندم. بشكر حضرتك.